السلام عليكم البنات ومرحبا بكم مرة جديدة في قناة ريحان شانيل. كنتمنى انكم تكونوا بالف خير وبصحة جيدة. الوصفة ديال اليوم كيف ما كتلاحظوا عبارة عن ميني كيك بالكوك وبلا كريم باتيسير اللي كيجيو هائلين ورائعين في المذاق وفي الشكل. فكنتمنى انكم تبقاو حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فالمقادير هي كالتالي كيف ما كتشوفوا. عندنا هنايا ثلاثة ديال البيضات. انا عندي كبار، الا عندكم صغار تقدروا ديروا ربعة. عندي هنايا حليب، انا كنستعملت فيهم هاد الحليب ديال الكوك، كيجي زوين وكتجي فيه بنة الكوك غالبة، داكشي علاش انا استعملته في هاد الوصفة هادي. عندي هنايا قبيصة ديال الملحة، عندي كاس مخلط نصو زبدة ونصو زيت، عندي هنايا الكوك غادي نستعمل معلقة كبيرة ديال الكوك، عندي هنايا سكر سنيدة غنستعمل تقريبا واحد الكاس عامر، الا بغيتوها حلوه تقدروا تستعملوا كثر. عندي هنايا حامضه غنستعمل القشور ديالها، عندي جوج ساشي ديال لافاني، عندي ربعه ديال الخميرات ديال الحلوه، وعندي الدقيق. فالدقيق الفورس كيبقى حسب الخليط، هانتوما غتشوفوا معايا شحال غادي ندير. فاول حاجه غادي نديرها هي انني غادي ناخذ ثلاثه البيضات، غناخذ واحد الاناء ندير فيه ثلاثه ديال البيضات، وغادي ندير فيه قبيصه ديال الملحه، وغادي نزيد عليه معلقه صغيره ديال الخل. فانا ما ذكرتوش في الاول مع المقادير نسيتو، غادي نضيف ليه معلقه صغيره ديال الخل. هاد المعلقه الصغيره ديال الخل كتعاون الكيك باش تجي هشيشه، واوميم طون كتخليها انها تنفخ. فانا غادي نطربو مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالو ونرجع لكم. من بعد ما ولا ليا البيض كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، هذا تقريبا كيضاعف الحجم ديالو. فانا غادي نضيف ليه جوج ساشي ديال لافاني كيف ما سبق ليا وذكرت في المقادير في الاول، جوج ساشي ديال لافاني، وغادي نكمل التحريك بالطراب الكهربائي. من بعد غادي نضيف كاس عامر ديال السنيده، فانا غادي نضيف في المقادير اون باراليل غادي نكمل التحريك بالطراب الكهربائي. غنضيف من بعد كاس مخلط زبده وزيت ونخلط بيان سور من موراها. من بعد غادي نضيف الكاس ديال الحليب كيف ما سبق ليا وذكرت، فانا قلت الكاس ديال الحليب ديال الكوك، كاس عامر ديال الحليب الكوك. غادي نضيف معلقه كبيره عامره ديال الكوك كيف ما كتلاحظوا، وغادي نضيف القشور ديال الحامضه او القشور ديال نص حامضه. فانا تقريبا حكيت هنايا تقريبا حامضه كامله حكيتها، كتعطي واحد النسمه وكتواتى بشكل كبير مع المذاق ديال الكوك، داكشي علاش قلت نضيفها في الخليط. صافي وغادي نستمر في التحريك بالطراب الكهربائي حتى كتنسجم ليا العناصر كامله. وغادي نبدا دابا نضيف الدقيق الفورس مع خميره الحلوه. خميره الحلوه انا هنا استعملت ربعه، والفورس بالنسبه للفورس انا استعملت هنايا ربعه الكيسان، غادي نضيفهم تدريجيا مع خميره الحلوه. اشاك فوا كنزيد كاس ديال الفورس كنزيد معاه جوج خمارات، وفي الاخر كنضيف جوج كيسان ديال الفورس اللي مازالين، وكنخلط مزيان حتى كيوجد عندي الخليط ونرجع لكم. هاي العجينه ديالنا واجده كيف ما كتشوفوا، ما قاصحاش بزاف وما جارياش بزاف. غادي نغطيها بابي فيلم وندخلها للثلاجه، فديك البروده ديال الثلاجه كتخليها باش تنفخ لينا اكثر واكثر في الفران. وانا غادي نسخن الفران على درجه حراره 180 لو طون اللي ترتاح ليا فيه العجينه في الثلاجه ونرجع لكم.
لو طون اللي كترتاح ليا فيه عجينه الكيك في الثلاجه، فانا بغيت نشارك معكم هذا المول هذا اللي غادي نستعمله في هذا لي ميني كيك. هذا المول خديته من بيم، خديته ب40 درهم. صراحه كيف ما كيقولوا فلوس وحلال. فيه هاد لي مول صغيورين ديال سيليكون لداخل، فيه 12 يونيتي كيف ما كتشوفوا. كيهنيك اشاك فوا تبقاي دهني بالزبده اولا الدقيق صراحه، وما كيلصقش ليك ما حتى شي حاجه. هو اللي غادي نستعمل دابا في هاد الوصفه هادي. فمن بعد ما ارتحت العجين في الثلاجه، فقد ما ارتحت في الثلاجه قد ما مزيان، حيت كترتاح وكتقدر انها تنفخ لكم اكثر واكثر، كناخذ المول اللي غادي يدخل الفران، وكناخذ معلقه كبيره، وكنبدا نحط في الوحدات اللي فيه تقريبا واحد المعلقه كبيره في كلهم. عاد كنبدا نضيف تدريجيا اللي خاصه اللي ناقصوا شويه العجين، باش يجيونا قياس واحد ويجيونا حجم واحد، ما تجيناش وحده كبر من وحده. ولو بلوز امبورطون هو ان ديك التقيبه اللي الوسط خاصها ضروري يكون فيها شويه العجين من الفوق، كوم سا ملي كتنفخ هذا الكيك كيتنفخ في الفران كتجيكم مغطيه مزيان، حتى لعمرتوها بشي حاجه ما كتسيحش لكم من التحت. فانا غادي نكمل على هذه الطريقه هذه حتى كنكمل الوحدات اللي عندي كاملين في المول، وندخلهم الفران بطبيعة الحال على درجة حرارة 180 درجة. كنشعل عليهم لتحت حتى كيتنفخوا وكنبانوا ليا بداو كيطيبوا من الجناب، وكنشعل عليهم الفوق. الا بغينا كاع نتاكدوا انهم طابوا ندخلوا واحد الكوردون، الا خرج لينا الكوردون مزيان ما فيهش العجينه ما فيه حتى شي حاجه، فنعرفهم انهم طابوا. فانا دخلت المول الاول الفران، وغادي نستغل الفرصه وغادي نعمر المول الثاني بنفس الطريقه. غادي ناخذ القياس ديال معلقه تقريبا كبيره في كل وحده، وعاد كنبدا نضيف تدريجيا اي وحده خاصها شويه ديال العجين، كوم سا يكونوا عندي تقاده وحده ويكونوا عندي قياس واحد ويكون عندي حجم واحد. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا لا كريم باتيسيير. فلا كريم باتيسيير هي من اسهل الكريمات اللي يمكن لك توجدي، وما كتحتاجش المكونات بزاف. انا هنايا استعملت نصف لتر ديال الحليب، استعملت ربع اطرو حليب الكوك وربع حليب عادي، تقدروا تستعملوا غير الحليب العادي فيها. غادي نضيف ليها واحد جوج معالق كبار ديال البودر ديال لا كريم باتيسيير، فهي متواجده في المحلات التجاريه وما كاينش اللي ما كيعرفهاش. وغادي نضيف ليها جوج معالق كبار ديال السكر سنيده. خص هادشي تضيف الحليب وهو بارد بقى ماشي على لا بوطه لا حتى شي حاجه، فانا غادي نخلطهم مزيان. عاد غادي نشعل البوطه. ملي غنشعل البوطه ما غاديش نزقى من التحريك، اون فوا نشعل البوطه نبقى نحرك باش ما يتكونوش ليا واحد الكويرات اللي كيفسدوا هاد لا كريم. غنبقى نحرك حتى كيعقد ليا الخليط وكنعرف لا كريم انها وجدات. كيف ما كتشوفوا انا خرجت الكيك من الفران اولا لي ميني كيك، فكيجيو على هاد الشكل هذا، كيكونوا رائعين والمنظر ديالهم صراحه بلا ما تحتاجوا تزينهم حتى شي حاجه كيكونوا ديجا زوينين، سورتو مع داك لا كولور مع الحليب الكوك كيعطيهم واحد البرونزاج زوين بزاف. فانا غادي هذه هي لا كريم باتيسيير كيف ما كتشوفوا، من بعد ما وجدات باقا سخونه، ومن الاحسن انكم تستعملوها وهي سخونه حيت الا جمدات كيصعب عليكم انكم تحكموا فيها. وغادي نزين بلي فخوي كونفي كيف ما كتشوفوا. غادي نبدا دابا نزين فيهم، غادي ناخذ واحد المعلقه صغيره وغنبدا ناخذ لا كريم باتيسيير بشويه، ونضيف لهذوك التقيبات اللي كاينين في لي ميني كيك على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. تقريبا كل وحده غادي تهز ليا جوج معالق صغيورين، وغادي نستمر بهذا الشكل هذا
غادي نوضع لا كريم باتيسير على لي ميني كيك ديالنا كاملين، وغادي نزينهم من الفوق بشويه ديال لي فروي كونفي. تقدروا تزينهم باش ما بغيتوا فرومبواز، تقدروا ايضا تستعملوا كريمه ديال الشوكولا في عوض هاد لا كريم باتيسير، وتزينوهم باش ما بغيتوا فرومبواز شوكولا كوك اللي بغيتوا. غنستمر انا على هاد الشكل هذا حتى غنكمل لا كونتيتي اللي عندي كامله ديال لي ميني كيك. فالشكل النهائي ديال الميني كيك ديالنا هو هذا، فهم وجدوا من بعد ما خرجنا من الفران، عمرناهم بلا كريم باتيسيير وزيناهم بلي فخوي كونفي اللي في الاحمر وفي الخضر، وكاين حتى الصفيفر حتى هو كيجيو رائعين في الشكل ديالهم، والمنظر ديالهم راقي، وحتى اللوين ديالهم ديال الطياب كيجي بداك البرونزاج كيجي هائل. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوهم وتشاركوني التجارب ديالكم. فانا غادي نحاول هنا يخا قبطه الكاميرا بايد، غنحاول انني نقطعها لكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش غادي تجي. هانتوما كتجي هشيشه، كتجي اسفنجيه، ولا كريم باتيسير كتجي على هذا الشكل هذا، وحتى لا كريم من التحت ما كتهبطش لكم من الكيك، كتبقى قابطه في راسها. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنسوش تخليوا لي التعاليق ديالكم بالتجارب ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.